مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انا يوم جيت على ستوكهولم ما حبيت اصوركم هذا النوع من الشوكولاتة اللي عاملين هني وعم يبيعوا بالسوق، يعني ان شاء الله يعجبكم فيديو. مثل هون عاملين شكل ساعات، طابات، مجحف، مقص تبع الشجر، حنفيات، هذا كله من شوكولاتة يعني. يعني اول مرة شفت هيك شي بصراحة، يعني مشان هيك حبيت اصور وافرجيكم اياه يعني، وان شاء الله يعجبكم هالنوع من الشوكولاتة يعني. وطعمتها كان طيبة يعني، انا اكلتها بصراحة وبعدين صورتها. يعني هون في كل مفاتيح، مفكات، يعني حتى عدة الحلاقة عاملين من الشوكولاتة يعني. هون كاتبين عن كل الشوكولاتة هنا. وهذا النوع اللي بوظة اللي هون هي إيطالية يعني. هذا كمان عم يبيعوا بالشارع يعني. وهذا النوع من الشوكولاتة اللي بده حابب يحط فوق البوظة تبعه وفوق مع فواكه، يعني إذا بدك شيء إكسترا حط فوق البوظة، نقي على كيفك يعني، شو اللي بدك. وإن شاء الله عجبكم فيديو.